السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أكوا العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات القناة. هنشوف إن شاء الله الجولة بتاعتنا دي هتكون في العسيم. هنختار ليكم أقوى العروض اللي هتخلص اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء 30 مايو. هنختار ليكم بعض العروض القوية لو أنت رايح العسيم تكون عارفها. في عرض حلو جدا على حليب السعودية نازل من 70 ريال ل60 ريال، يعني تخفيض 10 ريال على حليب السعودية. حليب السعودية من الأنواع الحلوة جدا الموجودة في السوق. لو أنت بتحب حليب الصافي، حليب الصافي هنا نازل برضو في العسيم، الكرتون برضو 12 لتر، سواء قليل الدسم أو كامل الدسم، نازل من 70 ريال ل54 ريال. ده اللي هو الصافي. يبقى في عندك الصافي وفي عندك السعودية، الاتنين نازلين عروض حلوة، والسعودية طبعا من الأنواع المميزة جدا عشان كده بيكون سعره غالي شوية. تابعوا معانا العروض للآخر. اخترنا لكم مجموعة حلوة جدا النهاردة لو انت هتروح العسيم هتكون معاك، يعني هتستعين بيها. تابعوا بقى لآخر الفيديو. عرض من العروض القوية جدا، ولكن لازم يكون معاك عضوية اكتساب على حليب انكر اللي هو 2 كيلو 225، 2 كيلو وربع، يعني 2 كيلو وربع نازل لو انت معاك عضو اكتساب 60 ريال. هو اصلا سعره نازل من 77.5. ده اللي هو انكر، حليب انكر. في اللي هو الحليب فريشكو 2 كيلو وربع نازل من 51 ل 41 ريال فريشكو. برضه من العروض اللي نازله في كورن فليكس اللي هو الاخضر، ده من الانواع المميزه جدا، نازل عرض اللي هو الواحد كيلو نازل من 48 ل 33 ريال 33 ريال. في برضه الحليب المجفف في اللي هو لونا 2 كيلو ربع نازل ب 72 ريال. في كورن فليكس اللي هو سيفوري 375 نازل ب 7.5، نازل ب 7.5. في كمان هنا شاي ليبتون نازل اللي هو 100 حبة نازل ب 16.5 بدلا من 18.75. بسكوت شاي هالي نازل ب 15 بدلا من 18 ريال. في الأوريو عمل حجم جديد، قللوا الكمية ونفس السعر. أوريو بدلا ما كانت 16 بقت 12 حبة في 38 جرام، نازل الحبتين من 30 ريال نازلين 23 ريال، ولكن الجديد ان هم قللوا الحجم بتاعها، بدلا من 16 خلوها 12 حبة. لأول مرة نشوفها النهاردة في العصيم، الحبتين ب 23 بدلا من 30 ريال. ده اللي هو بسكوت الأوريو. في بسكوت الأولكر بالشوكولاتة نازل ب 15 ريال بدلا من 17.5، والكر اللي هو الكبير الحجم الكبير نازل ب 22 بدلا من 29 ريال. يعني اولكر ده كذا نوع كله نازل عرض. هنا عروض المكرونه، في مكرونه وفره 3 حبات ب 5 ريال، وفره الواحده 400 جرام كل الانواع منها نازل 3 حبات ب 5 ريال او 4 ريال 95 هلله. مكرونه هالي برضو، مكرونه هالي الـ4 حبات ب 7 ريال، مكرونه هالي الواحده 400 جرام الـ4 حبات ب 7 ريال. ده عروض المكرونه. في كمان عروض على الاجهزه الكهربائيه، في قلايه السيف 9 لتر نازله من 400 ريال ل 325 ريال. في طباخه الارز في نوع نازل هنا من 119 ل 89. في مايكروويف السيف نازل من 369 ل 279 ريال. ده المايكروويف. هنشوف برضو عروض، في عروض هنا على الأرز اللي هو بسمتي، في عرض اللي هو هالي 10 كيلو نازل ب 58 بدلا من 72. في كمان زاد الوطن ده في ناس بتشكر فيه، يعني بيتعمل بيه المحشي، الناس شكرت فيه في التعليقات قبل كده. ال 5 كيلو نازل 26 بدلا من 34. في جودان ده 10 كيلو نازل من 37 ل 34 ريال. جودان 10 كيلو من الانواع الرخيصه جدا اللي هتلاقيها موجوده في السوق، مش هتلاقيها موجوده غير في العسيم. هنا في باب القصر كمان 5 كيلو نازل ب 27 ريال بدلا من 33.5. وهنقول المكرونه تاني، هي المكرونه في جودي
الحبة بأربعة وربع، في تريفيا الحبة بثلاثة وربع، في جود الحبة بأربعة وربع برضو، مكرونة اللي هي جود، وفرة ثلاث حبات بأربعة ريال 95 هلل. في من عروض زيت الزيتون، في زيت زيتون زيتوني، زيت زيتون مكرر 500 مللي 15 ريال زيتوني. في كمان هالي 750 مللي نازل ب 18 ونص بدلا من 22 ريال، ده زيت زيتون. في برضو طحينة، عرض حلو على طحينة هالي هنا، 500 جرام نازلة ب 10 ريال بدلا من 14 وربع. طماطم مقشرة، في نوع من الطماطم المقشرة 400 جرام الواحدة 3 وربع. في هنا صلصة لونة الباكت ب 10 ريال 95 هرم. عروض الأرز اللي هو أرز بسمتي في العائلة اللي هو 5 كيلو و 44 وربع بدلا من 50 ريال، العائلة 5 كيلو. بنجاب المهيدة ب 5 كيلو 51 بدلا من 57. في الوليمة ستايل 5 كيلو 39 بدلا من 45، وليمة ستايل. فيكتو 5 كيلو 30 بدلا من 36، فيكتو. في تاج محل 5 كيلو 42 بدلا من 47، تاج محل. السفير 5 كيلو 27، ده عرض مميز جدا، السفير 27 بدلا من 32، 42 ونص. زاد الوطن 26 بدلا من 34. جودان 5 كيلو 16 ريال، 16 ريال بدلا من 20 ريال اللي هو جودان. جودان في برضه زاد الوطن، احنا قلنا زاد الوطن. في باب القصر اللي هو 5 كيلو 27 ريال بدلا من 33 ونص. تاج محل لازم يكون معاك عضو اكتساب، ده الشعلان، الشعلان لازم يكون معاك عضو اكتساب. 5 كيلو 33 ريال بعضوية اكتساب، لو مفيش اكتساب 43 ريال اللي هو الشعلان. في تاج محل 5 كيلو 36 ريال اللي هو ال 5 كيلو. في جرين فارم اللي هو البيج 5 كيلو 30 ريال، 30 ريال عرض كويس يعني 30 بدلا من 45. باب الهند 5 كيلو نازل من 53 ل 41 ريال، باب الهند اللي هو 5 كيلو. عروض أرز بسمتي، في هالي 10 كيلو 58 بدلا من 72، 10 كيلو. فيكتو 10 كيلو 59 بدلا من 70 ريال. في نوع اسمه الرابية أرز الرابية، أول مرة أشوف 10 كيلو نازل ب 41 بدلا من 51. في برضو أبو سنبلتين ال 10 كيلو نازل عرض حلو جدا، أبو سنبلتين نازل 59 بدلا من 80، ال 10 كيلو أبو سنبلتين 59 بدلا من 80. ملك الأرز نازل من 93 نازل 85، ملك الأرز برضو التاني اللي هو البيج ده نازل 71 بدلا من 78. تاج محل ال 10 كيلو 80 بدلا من 91. في المفخرة نازل 70 بدلا من 77، هالي 60 بدلا من 69. يعني عروض كتيرة جدا على الأرز هنا في الوصيل. أبو كاس نازل 80 بدلا من 88. أبو كاس الشعلان ال 10 كيلو نازل 72 بدلا من 77. الوليمة ستايل نازل 75 بدلا من 88. بنجاب المهيدة بال 10 كيلو 80 بدلا من 113، 80 بدلا من 113. العائلة نازل عرض حلو جدا 70، 70 بدلا من 99 ريال، ومفيش منه، في منه هنا تحت. دي عروض الأرز برضو حلوة جدا، عرض حلو جدا على أبو سنبلتين اللي هو 5 كيلو نازل 27 بدلا من 41 ريال اللي هو 5 كيلو، 27 بدلا من 41 ريال. ده برضو من العروض الحلوة جدا في الأرز، عروض كتير جدا في الأرز والزيوت، عاملين عروض كتير جدا والدنيا زحمة، فمش عارفين نصور يعني كويس. عروض على الأرز المصري، في ألسن وايت أرز الصنايعي اللي قدامنا ده نازل عرض حلو جدا، ولكن لازم يكون معاك عضو اكتساب. نازل ال 5 كيلو ب 32 بدلا من 42 ونص، ده اللي هو الصنايعي المصري 5 كيلو، كميات كبيرة هنا، ولكن لازم يكون معاك عضو اكتساب.
ده أول عرض في الأرز المصري فيه الجرين فارم اللي هو عليه الأهرامات والوابل هول، ده إنتاج شركة العيسائي، 5 كيلو نازلين ب34 بدلا من 43 ريال، 34 بدلا من 43 ريال. دي عروض الأرز المصري. عروض الزيوت، في عروض كتير جدا من الزيوت. أول حاجة هنشوف ليزا، ليزا اللي هو زيت ذرة 2 لتر و900، نازل من 40 ل29. كمان في زيت الكانولا اللي هما الاتنين مع بعضيهم 2 في لتر ونص، نازل من 50 ل37 ونص، 37 ونص، 37 ونص بدلا من 50. في اللي هو العربي برضو 2 في لتر ونص، نازل ب34 بدلا من 50، 34 بدلا من 50. في بالنسبة للحجم الكبير، في اللي هو زيت شمس دوار شمس اللي هو 9 لتر، نازل من 133 ل 112 ريال. زيت شمس انا مش شايف ولا حبة منه هنا. في زيت نخيل للقلي 1.5 لتر، نازل ب14.75 هللة بدلا من 20 ريال. زيت نخيل. عروض الزيوت، في عروض كتيرة جدا في الزيوت. زيت هالي للطبخ والقلي 1.5 لتر، نازل من 20 ل14.5، 14.5 اللي هو هالي. زيت ذرة مع ولين النخيل. خلي بالنا نقرا المكونات يا جماعه، لان مش زيت ذره صافي، هتلاقي عليه سوبر اولين النخيل. لو انت مسكت كده قريت المكونات هتلاقي 65% سوبر اولين النخيل، 35% زيت ذره، فمش زيت ذره صافي يعني، عشان كده بيكون رخيص شويه. وزيت هالي برضو اللي هو دوار شمس نفس السعر، بدلا من 22.5 هتلاقيه 14.5، عليه برضو زيت اولين النخيل. برضو زيت صني خليط زيوت نباتية، برضو عليه زيت أولين النخيل. أنا مش بفضل إن أنا أشتري زيت أولين النخيل أو الزيوت النباتية اللي هي بالنخيل دي، ده ب15 ريال برضو اللي هو زيت صني 1.5 لتر. فيه هتلاقي برضو زيت نور اللي هو ذرة، ده الاتنين مع بعضهم، ده هتلاقيه زيت ذرة صافي، حتى مكتوب عليه زيت نقي صافي، هو زيت ذرة. الاتنين حبة هتلاقيهم بكام؟ ب38، 38 يعني الواحد ب16 ريال، هيفرق بس ريال عن اللي هو محطوط عليه قولين النخيل ده. وده طبعا هتلاقيه مدعم بالفيتامينات وزيت ذرة صافي. كمان هتلاقي في عرض هنا على زيت عافية اللي هو ذرة 2 في لتر ونص، بكام؟ ب48 بدلا من 65. ان شاء الله نعمل فيديو على الزيوت وعلى الزيوت الصحية. في زيت عافية برضو، زيت عافية اللي هو دوار الشمس 2 في لتر ونص، نازل من 54 ل38، يعني هتلاقي الواحد ب16 ريال، مفيش ولا واحدة. هو ده هنا فيه اهو، ده موجود هنا اهو، ده من الزيوت الحلوة يعني، مش هتلاقي عليه قولين نخيل. في زيت نور اللي هو دوار شمس زائد 500 اللي هو ده 2 في لتر ونص، زائد 500 ملي، مجانا، نازل ب40 ريال بدلا من 62 ريال. في زيت شمس، زيت شمس دوار شمس نازل 34 بدلا من 50. عروض السمنة، العرض القوي جدا النهاردة، في عرض اشتري حبتين بسعر 30 بدلا من 60 ريال، ده عرض حصري لعملاء اكتساب، 2 حبة فقط، 2 حبة فقط للعملاء. احنا النهاردة الاثنين، العرض ده مش عارف هو خاص بيوم الاثنين او ممكن تلاقوه التلات يعني. سمن المراعي 400 جرام احنا بنصور الاثنين بالليل. في فارم اللي هي 800 جرام نازلة ب ده عرض حلو جدا على فكرة. سمنة المراعي، المراعي اللي هي 800 جرام نازلة ب 37 بدلا من 59، المراعي 37 بدلا من 59. في فارم اللي هي 1600 نازلة ب 73 بدلا من 100، وفارم اللي هي 800 نازلة ب 40 بدلا من 55. دي عروض السمنة كلها اللي موجودة في المكرونة. في مكرونة هالي ال4 حبات ب7 ريال بدلا من 12 ريال، هالي يبقى أول عرض مع بعضينا هنا. عروض هالي كل الأنواع منها ال4 حبات ب6.95 ريال هللة بدلا من 12 ريال، بدلا من 12 ريال. في كمان من العروض اللي في المكرونة، مكرونة الخليجية، المكرونة الخليجية دي مش هتشوفها غير في العصيم هنا، ال3 حبات نازلين من 12 ل7.5، الواحدة 300 جرام، هي سعرها بيكون غالي شوية. في برضو المكرونة اللي هي الإيطالية دي
النص كيلو بأربعة وربع هنا بدل من خمسة وربع. الجود الواحدة بأربعة وربع برضو الجود، في الوفرة التلاتة بخمسة ريال يعني الستة بعشر ريال، وده أرخص نوع هتلاقوه موجود في عروض الأوسيم هذا الأسبوع اللي هي الوفرة. مكرونة تريفا اللي هي البنفسجي دي بتلاتة وربع الواحدة، تلاتة وربع. دي عروض المكرونة، عروض قوية جدا على البيض في العسيم، بيض الوطنية اللي هو في كل مكان بقى هتلاقوه نازل بواحد وعشرين ونص، تلاتة وعشرين، هنا نازل بتسعتاشر ريال، تسعتاشر ريال اللي هو بيض الوطنية اللي هو البرتقالي ده، تمنتاشر ريال. في أنواع تانية، في أنواع تانية على كام؟ على 17.75 هللة، وفي 17.5 إنتاج، 17.5 و17.95 هللة، ده إنتاج، ده 17.5، يعني هنا برضو سعره حلو جدا يعني، وده ب17.75 هللة. في أنواع تانية برضو هنا 17.75 هللة، وفي ثمرات القصيم ده ب18 ريال، ثمرات القصيم، ثمرات القصيم نازل من 23 ل 18 ريال. دي كل أسعار البيض يعني أسعار حلوة يعني في العصير. برضو السكر هنا، في سكر هالي أبيض ده 10 كيلو نازل ب30 ريال بدلا من 33.5. في أبو فهد برضو نازل ب30 بدلا من 33.5. الأسرة معلوش عروض الأسبوع ده، الأسرة 38.5 ل10 كيلو، يبقى العرض على أبو فهد وعلى هالي 10 كيلو ب30 ريال.